مع إشارة المخرج ربيع خوري. اليوم ربيع قال لي توب هيك يعني مش ربيع خوري، ربيع الحلو. مين قال ربيع خوري؟ شادي أنت قلتي ربيع خوري. نحن متابعين اللقاء مع قاسم العزير رئيس تحرير يلا ميديا. يلا ميديا بدنا نتعرف عليها وبدنا نشوف شو عنده قاسم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كيفك؟ ماشي الحال؟ أول شيء خبرنا مين أنتم، مين يلا ميديا؟ يلا ميديا نحن مجموعة شباب وصبايا، كلنا في قسم منا دارس إعلام، قسم منا منه دارس إعلام. قررنا أنه نعمل شيء يلا ميديا برودكشن، اللي هو نتعاطى مع الفن، مع السوشيال ميديا، مع أمور كتير عم تصير على الواقع الفني، من ضمنها اللي هي التيك توك وباقي تطبيقات السوشيال ميديا. فقررنا أنه نتعاون كلنا سوا، وأكيد استلمت أنا رئاسة تحرير موقع يلا ميديا لأنه أنا الأقدم منهم يعني بالدومين. قاسم أنت كمان بتكتب بالنهار؟ صح، بكتب بجريدة النهار، بس مش من برا، يعني ماني موظف بجريدة النهار، أنا بكتب من برا بجريدة النهار. أدي هذا الشيء ساعدك؟ كثير ساعدني، تقدر تنطلق. وللصراحة هو يلا ميديا اللي خلاني انطلق لحتى انا اوصل لجريده النهار. يعني انا بلشت بيلا ميديا وفيما بعد كتبت بجريده النهار. اكيد هيك دردشنا انا وياك شوي تحت الهواء وقلت لي عندك مآخذ. صح. عن التيك توكرز، خبرنا شو هن هالمآخذ. اوكي. نحن اليوم بعصر الحداثه وعصر السوشيال ميديا، واكيد التيك توك بجانبه البوزيتيف كتير حلو وكتير شيء ممتاز، يعني قدرت الناس تسوي، قدرت تشتغل، قدرت تعمل في مواهب كانت مكبوتة، قدرت الناس تبرزها، بيّنت. بنفس الوقت في ناس ما عندها أدنى مقومات السوشيال ميديا، أدنى مقومات الحضور، صار عندها نجومية مباختة، بليلة ضحاها صارت نجوم، صار بدها تتكرم، صار بدها تكاربت، صار بدها أنه تتسلط الضوء عليها، أنه نحن وين ونحن. هن عبارة منه عشي، هن ناس نامت فقت طلعت ترند من خلال ولا شيء. انتو شو زعجكم بالموضوع؟ خلينا نحكي الامور مثل ما هي، لان دائما نحن على السوشيال ميديا بنسمع المعود ضد الاي ولا. اليوم طلعوا بساعتين صاروا نجوم. طيب انا مثلا شو بده يزعجني اذا هن بساعتين طلعوا صاروا نجوم وعملوا يمكن اسسوا لعمل ارتزقوا منه هن واهلهم؟ انا شو زعجني بالموضوع؟ يعني انا مش عم بقول لك انه لازم، بس عم بقول لك فسر لي شو المزعج بالموضوع؟ اوكي، المزعج بالموضوع انه هن عم ياخذوا من درب ناس، عم ياخذوا من قدام ناس، في ناس بتستحق شهرة أكثر، في ناس عندها مواهب أكثر، في ناس لازم تبرز أكثر، هاي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية انه اليوم كثافة الأموال اللي عم تنكب على هاللايفات اللي عم تصير على التيك توك وعلى باقي تطبيقات السوشيال ميديا هي مجهولة المصدر بعد لهلا. هلا سمعنا بآخر فترة انه كريدت كارت مسروقة وكريدت كارت، ما يعني كثير ضجت السوشيال ميديا والأخبار. بعد هلا ما في إثباتات، يعني أنا ما فيني اجزم بهذا الشيء اكيد، بس انه انا مقتنع بالفكره لانه اليوم كميه المصاري اللي عم تنكب واللي عم تنحط غير معقوله. طيب ناس اليوم صار معها مصاري ولا شيء، ونحن انا دائما عندي قناعه انه مش المصاري اللي بتعمل العالم، العالم اللي بتعمل مصاري. اكيد. فاكيد انه حدا قد ما يصير معه مصاري وقد بضل هو معروف شو حجمه، والناس ما بتنسى والناس بتضل متذكره انه هذا الشخص ما عمل مصاري بطريقه مضبوطه او بجهده، لا هذا الشخص باع، يمكن بيع حاله، بيع اهله. يعني انا بعرف ناس، ما بدنا نذكر اسامي اكيد، انه في حدا باي بيروح بيقبض لبنته مصاري التيك توك بالنهايه، انه هو انه بنته معيشته يعني، فبيروح بيسحب لها اياهم هو. طيب وين المشكله؟ طب المشكله انه اليوم انت لحتى، معلش، ما في شيء فور فري. انا اذا بدي منك شيء بدك مني شيء بالمقابل، ما حدا بيعطي شيء فور فري اليوم. فلحتى هي عم تحصل على هالاموال اكيد في شيء ورا الكواليس، ممكن اشياء غير اخلاقيه، ممكن بزنس، ممكن تبييض اموال. ما طب ليه بده يروح راسنا؟ لهون ما بيروح راسنا انه يمكن عن جد هالزلمه مش ملاقي مورد رزق واجت بنته وعم بتساعده بالمصروف. نحن ما بدنا نقول انه نحن ملايكه والعالم لا تخطئ، لا، بس عم نقول انه ليه بدنا نروح على الفرضيه السلبيه، ما بدنا نروح على الفرضيه الايجابيه. ثاني شيء تيك توك مش هو متاح للجميع، مش مين ما كان بيقدر يطلع على تيك توك. انا وانت ومين ما كان. طيب انا اليوم اذا بدي فوت لعنديك انت طالعه لايف، كبلك 10000 دولار. طيب ليش بدي كبلك 10000 دولار؟ شو السبب؟ اعطيني سبب انا كبلك 10000 دولار. بس انت شو زعجك بالموضوع؟ انا مزعجني بالموضوع، عم اقول لك انه اليوم في ناس اخذوا من درب ناس، يعني بمعنى انا بحكي عن حالي، ما بدي احكي عن حالي ثاني. انا زلمه مهندس اخر سنه هندسه، صح بدومين الاعلام، هذه موهبه مكتسبه، بس انه انا اليوم مهندس بشتغل بيلا ميديا وبالهندسه وبالتعليم وكذا، ما بطلع قد لايف ليلي وحده لايف مباشر على تيك توك.
طب انه هون كيف التفاوت بالمجتمع وين صار؟ طب انه انا اللي قضيت حياتي كلها ادرس واتعلم وجامعات وسفر وكذا، انه اليوم انا ما عم بقدر طلع قد لايف واحد بالنسبه لي. طيب ما زيت الشيء، نحن اذا بدنا على المستوى الاعلامي، ما نحن مثلا كل مذيعه صار 15 سنه و20 سنه يمكن واكثر، في مذيعات صاروا 30 سنه و40 سنه، ويمكن هلا تيك توكر وحده بلايف واحد تصير مشهوره قدك على 200 الف مره. ما في هاي مشهوره، مش مزبوطه، ممكن تطلع مصاري اكثر بس شهره لا. في او شغل الشخص، الكاريزما تبعه، الحضور تبعه، تألقه، وكلنا بنعرف يعني هودي مثل ما صاروا نجوم فجأة رح يختفوا فجأة. ليه؟ رح يروح أبليكيشن تيك توك برأيك؟ ما بتعرفي، إيه أنا ما بقدر أجزم، يمكن هلا العشر سنين ما يروح تطبيق تيك توك، بس بعد فترة بده يروح. في ناس عم لك، أنا ما عم بحكي تيك توك بشكل عام. ما عم بتعمم. في ناس وصلت، في ناس كتير وصلت وعملت أشياء حلوة، في ناس راحت على التمثيل، في ناس راحت على الغنى، في ناس اوكي، في ناس استفادت قوت منتجاتها كذا، اوكي هذا كثير شيء حلو وكثير شيء يعتز فيه ويفتخر فيه، بس بنفس الوقت في ناس بهدلت الدنيا. بمعنى؟ بمعنى الاحكام اللي عم تصير، يعني في بعض الايحاءات الجنسيه، بعض الاحكام اللي عم تصير بالورق بالنعمه، انه اليوم انت بس القهوه والطحين والزيت والبيض، هذا كله اللي عم ينكب، هذا في ممكن بيت بحاجه لهي كرتونه البيض اللي عم تتفقس بالليله. فنحن اكيد ضد هذا الشيء، وانا حكيتهم بحلقات سابقه بتلفزيونيه وبرجع بعيدهم هلا، هذا الشيء ابدا مش مقبول، واللي عم يصير شيء كثير غلط بحقنا وبحق كل حدا عنده وعي وعنده فكر وبيفكر وعم يسعى انه يطلع بهالبلد. اوكي قاسم معلش لو قطعتك، لو صارت معك انت الحادثه، لا نعتبر قاسم حمل هالتليفون وعمل تيك توك، سجل شيء على التيك توك هيك اكت سخطور وبعته على السوشيال ميديا وعلى التيك توك، وقام وعي ثاني يوم قاسم لقى حاله مكسر الدنيا، بيكون رده فعلك مثل رده فعلك هلا؟ طيب انا اليوم عندي تيك توك وانا بنزل شعر، انا بكتب احيانا شعر فبستشعر وبكتب وبنزل على تيك توك، هلا صوتي عندي على تيك توك، انا عندي ابلكيشن وعندي فيديوز لي على تيك توك، بس انه انا بنفس الوقت ما بطلع لايف، يمكن احيانا كنت بفتره اطلع لايف بس اكيد بطلع لايف جدال، نقاش، حوار، تبادل تعارف، تبادل ثقافات، يعني تعرفت على صبيه اسمها فرح مغربيه بتعمل تور حول العالم. حلو. فانه اليوم هذا شيء كثير حلو، بس بنفس الوقت انا ما بطلع فقس بيض، ما بطلع بحط مكياج، ما بطلع يعني في شباب اليوم بتحكم بتكون عم تلعب هي وحدها انه قوم حط مكياج، بقوم بحط مكياج، قوم جيب جاط مي يقعد فيه، بيجيب جاط مي يقعد فيه، يعني طيب انت الزلمه وين كرامته؟ انت عم بتقلي انه في حدود معينه ممنوع حدا يتخطاها. اكيد في حدود معينه ممنوع، لانه في حدود اجتماعيه، لانه في حدود اخلاقيه، وفي حدود ثقافيه، وفي حدود ثقافيه، يعني صح. مره كنا بالحديث هي تعقيبا على حديثك، كنا عم نقول انه مش معقول تشوف مذيعه مرموقه ومعروفه وعمرها 40 سنه عم بتفز وتنط على التخت. بالضبط. يعني نحن ما قلنا معه، وكل انسان خصه بحاله، صح. بس الصوره النمطيه اللي هي عطتنا اياها انكسرت. بالضبط، مش بس انكسرت، تشوهت لمدى العمر. يعني انت اذا جبتي صوره وخزقتيها ممكن ترجع تقدري تجمعيها، بس الخدوش اللي فيها مستحيل ترجع تشيليها، بتضل موجوده. طيب برايك نحن هلا عم نحكي وعم نطرح انه هيدا فعلا انه في جانب سلبي وفي جانب ايجابي، في الواحد يستعمل تيك توك للجانب الايجابي، بس بذات الوقت في يعمل مثل ما قلت يظهر من حدود الواقع ومن حدود معينه بس ليطلع مصاري، وهون الكارثه. طيب نحن شو فينا نعمل؟ اول شيء تيك توك بعده مفتوح، ثاني شيء ما بنعرف هذه الابلكيشن يمكن ضل 20 سنه فاتحه، ثالث شيء نحن هلا عم نحكي لنضوي، بس في الواحد يعمل شيء خلص لانشهروا انشهروا وبعدهم عم بيطلعوا، مش هيك؟ اطنان. بس هيدي شهره مؤقته، قلت لك برجع بقول لك هي شهره مؤقته. ايه بس هن خلص اخذوا يعني منها البدون. بيجوا مع الازمه وبيروحوا مع الازمه. ازمه شو؟ الازمه بدك، الازمه الاقتصاديه ساهمت بنشر هيدي الاشياء كمان، انه اليوم ناس انه اوكي كانت ال $1000 بالاول ماشي مثلا، اليوم ال $1000 اللي عم تنزاد هي مبلغ. فبالنسبه لهم تيك توك ساعدهم بالازمه الاقتصاديه، ولهيك هلا هو كثير ماشي. يعني هو الازمه الاقتصاديه ساهمت بانه تزداد هذه الاشياء على تطبيق تيك توك. لحتى الحصول على سهوله الايزي ماني يعني. انت برايك شو الحل؟ يعني حلقات التوعيه، وما بفكر انا انه كثير رح يتاثروا فيها التيك توكرز يلي عم يجيبوا الاف الاف وعم بيطلعوا ملايين الملايين، منهم هلا رح يتاثروا اذا طلعنا انا وياك عاملين لهم حلقه توعيه انه في حدود معينه، ايه ما تعملوا هيك على السوشيال ميديا، صح؟ فشو الحل؟ هلا هون الحل ممكن الدولة تتدخل، انه بده يصير في تصريح عن هاي الاموال، من وين عم تجي، شو سببها. طب انه اليوم انا بعرف ناس كانوا نيل معدومين، اليوم صاروا يحكوا بمئات الوفات الدولارات. طب انه انت من وين مصدر مصرياتك؟ طب اوكي من التيك توك. طب ما انا افترض انه هاي المصاري تبيض اموال، طب هاي احد سبل تبيض الاموال، انه انا اليوم
بجيب مصاري انا برا ومعي مصاري مصدرها مش معروف من وين، مخدرات ما بعرف شو، مشتري سلاح انا شو بدك مشتري. إيه بس هل كلها تبييض اموال وسلاح ومخدرات؟ اكيد لا. لا اكيد لا، ما هذا عم نحكي فيه، قلت لك ما نحن عم نحكي تو سايدز، في سايد بوزيتيف وسايد نيجاتيف. هلا السايد البوزيتيف اللي هو اكيد ما في تبييض اموال وما في مخدرات وما في شيء، بس بنفس الوقت انه انا رح افوت في بسات انكب فيها فوق ال 100000 دولار، وصلت لل 250 و300000 دولار بلايف واحد. بلايف واحد؟ لايف واحد، تخيلي قديش انا بتابع هو وعندي ادله يعني، وانا من الاشخاص اللي اشتغلت على الموضوع وعندي دوسيهات كثير قويه. اذا بتنكشف بتعمل بلبله بلبنان يعني. بس انه نحن اليوم عم نحاول نشتغل على التصحيح. ما صار في تصحيح، ساعتها بنروح على النكست ستيب اللي هي انه كشف المستور. بس في أدلة للواحد يكشف المستور؟ أكيد في أدلة، نحن ما بنحكي شيء بلا أدلة، وخصوصا اللي أنت بتعرف إنه الإعلام ما بيحكي شيء بلا أدلة. طيب برأيك الجهات المعنية لا ترك الموضوع، إذا عن جد في من وراء بعض الأشخاص، تنكون عم نحدد مش كل الأشخاص، في من وراء البعض تبييض أموال، أو في من وراء البعض أمور خفية نحن ما بنعرفها، نحن مثل ما بيقولوا شو بيقولوا؟ عنيتنا. إيه عنيتنا. إيه. طيب أنت فكرك إنه كل الجهات المعنية هيك عم تتفرج ولا أحد يحرك ساكنة؟ ما بتعرفي، يمكن هي ناطرة عم تحضر لشيء وتبرزوا معايير. انا ما فيني اكيد الجهات المعنيه يكون عندها خبر بالموضوع، بس بركي هي انه هلا ناطره لحتى تشوف كيف بدها تتصرف مع هذا الموضوع. بالنهايه هذا التطبيق مش برسم الجهات المعنيه عندنا بلبنان، ومثل ما عرفنا انه بامريكا عم يصير في مناوشات مرة تيك توك، يعني الكونغرس الامريكي كان هذيك النهار عم يناقش موضوع التيك توك. تيك توك انه بدهم يشيلوه من امريكا. فانه تخيل لاي درجه. طيب ببعض البلدان عم يسبب انتحار، عم بيسبب 100 خبريه، وبعض هيدي الاسباب من وراء اللايف والاحكام. يعني قاسم، شباب بعمرك وقاعد انت وياهم عم تحكوا بهذا الموضوع، قد ايه بيكون مع وقد ايه بيكون ضد؟ قد ايه في شباب بيقولوا لك والله بندعمك ومعك حق، وقد ايه في شباب بيقولوا لك لا انه هيدي غيري صراحه، هيدا حسد، انت زعلان لان هني عم بيطلعوا هيدي المبالغ وانت ما بتطلعها، شو بيكون جوابك؟ تعرضت لهذا الشيء، احد الشباب كنا قاعدين بقعده بقول انه انت ما انت غيران لانه انت ما عم تقدر تطلع لايف وما عم تقدر تطلع مصاري. انه كيف؟ انه انا لحتى اطلع لطلع مصاري بهين كرامتي؟ طب انا كرامتي وين؟ انا بكره بدي احكي، انا بكره مع الوقت ابني اذا حدا مصور لي هذا الشيء اللي انا عم فقص بيض وعم حط طحين وعم بقوم برقص طب بكره ابني شو بدي اقول؟ اذا انه هذا بيك لك كيف كان؟ قلت لك العالم ما بتنسى. العالم ابدا ما بتنسى، لو بعد 10 سنين، بعد 20 سنه بده يرجع يذكروك انه ليكو قاسم العزاير وشو كان عم يعمل على تيك توك لحتى يطلع مصاري. فالناس ابدا ما بتنسى، وانا مش عندي استعداد انه اتعرض لهالشيء، انا كرامتي فوق كل شيء، ولو بدنا نطلع مصاري طلعنا مصاري قبل التيك توك، يعني لو بدنا نشتغل بالقلة الكرامة وبالممنوع كنا طلعنا مصاري من قبل التيك توك. يعني هو مش مفروض بحس انه الواحد يتحول لكلون، انه بس يتحول لكلون ليطلع مصاري، انه انا كل شيء مباح، شو ما بدي بعمل، بفز بعيط بصرخ، عفوا اوقات بتعرى، اخر همي، المهم يكبوا لي مصاري، اصلا انا ما بفهمهم صراحه، ساعات بيقولوا كبوا لها شو اسد نمر مدري شو، ما بفهمهم اسد وحوت ونمر مش كتير وسياره مش كثير انا صراحه شاطره فيهم هول تبع التيك توك. طيب بالعكس الكلون مهضوم. الكلون انت بتنبسطي اذا احيانا بتروح تحضر حفله فيها كلون. لا لا ما فهمت علي، انا عم بقول انه هو الواحد ما يحول نفسه لكلون ليطلع مصاري، مش انه يعمل كلون. ايه بالضبط. لا انا عم بقول لك انه الكلون مهضوم، هني مش مهضومين، هذه سفاله وحقاره وفي كثير اشياء دونيه فيها لدرجه كثير كبيره انه هيدي دونيه. قاسم العزير، يعني حلو الجلسة معك، حلو أنه شاب بعمرك عم بيحكي بهذه الطريقة. صراحة أنا ما شفت حدا حكي بهذه الطريقة، لأن كله بالعكس مع وعم بيدعم، وشايفين أنه بركي باب رزق جديد انفتح قدام ناس يمكن كانوا قاعدين بلا شغل. أي طيب، في شغلة تانية كمان أنا بدي نوه عليها، أنه بعض شركات السوشيال ميديا عم تساعد بهذا الشيء. أنا بس سألتيني هلأ إجت ببالي الفكرة وقلت بدي نوه عليها، في شركات سوشيال ميديا عم تساعد بهذا الشيء. بمعنى انا كانفلونسر كبلوجر كتيك توكر بيجي بمضي معك كونترا مباح، انا بمشي مثل ما انت بتقولي لي، بتقولي لي تعرى، بتقولي لي اعمل كلون، بتقولي لي شو ما انا بدي اعمل. ليش؟ لانه انت عم تستفيدي مني ماديا. بالنهايه انا بس كون تابع لشركه وماضي معها، الشركه عم تستفيد مني ماديا، بضموني عندهم بالجروب تبعهم، وانه هون كل شيء بصير ينزل لي هن لهم حصه منه. بالمقابل هن بصيروا طلعوا لي اللايف تبعي فور يو، اشياء لها علاقه بالاي تي يعني. فشركات السوشيال ميديا كثير ساهمت بهذا الشيء وكثير عم تاذي العالم. يعني انا بعرف صار قدامي موقف انه شركه سوشيال ميديا في فيديوز لاكس مثلا باوضاع غير مناسبه عم تبازر عليه مثلا،
فهذا الشيء كتير كتير شيء بشع. واللي عم بي أنا عم بحكي مقهور، مش مقهور منهم، بالعكس بالعكس أبدا. أنا عم بحكي لأنه هذا شيء بدل قديش نحن سقفتنا عم ترجع لورا. نحن ناس بالعكس، نحن اللبنانية كتير واو. يعني لو البنت اللبنانية مش عبارة عن 100,000 نقطة على تيك توك أو مليون نقطة أو لهني، لا بالعكس، وشوه البنت اللبنانية بعدها أهم بنت بالعالم، وكل العالم تتمنى البنت اللبنانية، لأنه هني وصلوا صورة إنه البنت اللبنانية اليوم هي بنت عبارة إنه 1,000 نقطة على تيك توك بتنزل أكبر بنت لبنانية. تعرف اللي حكيته هلا أهم شيء حكى بالمقابلة كلها، هيدا المساج اللي لازم توصل، إنه ليه نحن بدنا نعطي فكرة عن البنت اللبنانية بعكس صورتها؟ بالضبط. إنه أنا فيي أطلع على تيك توك بطريقة محترمة وبين أنا اللي عندي بدون ما أعمل هولي كلهم، صح؟ صح. فهيدي الشغلة أنت نيشنت عليها ومعك حق فيها، بس طبعاً ما بدنا نشمل، ما بدنا نقول إنه الكل مثل بعضه، لا. لا أكيد. إيه بس أكيد. هون صورة المرأة اللبنانية عند البعض قد إيه عم تتدمر برا قاسم؟ يعني قد إيه عن جد عم ياخذوا عنا فكرة إنه عفواً إنه البنت اللبنانية سهلة المنال، إنه البنت بالزبط. اللبنانية بتنشرها بألف دولار، إنه البنت اللبنانية شو ما بتقلها بتعمل. بالضبط، هذا شيء كثير غلط، بالعكس يعني مثل ما قال النبي محمد هني المؤنسات الغاليات، بالعكس البنت اللبنانية هي اليوم من أهم البنات بالعالم بأخلاقها بترتيبها، ومثل ما شفنا في بعض البنات عم توصل، يعني وصيفة ملكة جمال العالم طلعت لبنانية. نعم. فأنه لا، البنت اللبنانية هي هي رمز من رموز الأنوثة واللطافة والذوق والأخلاق، وبالعكس تماما هذا شيء ابدا، هذه مش صوره البنت اللبنانيه، بس هن متقمصين هيدي الخبريه انه هيدي البنت اللبنانيه بتنشر بألف دولار، بالعكس البنت اللبنانيه ما بتتمن. قاسم العزير يلا ميدي، انا بدي اشكر حضورك معنا، حبيت انه شخص بعمرك عم بفكر بهالطريقه بعكس التيار، يعني بعكس ما الكل عم بفكروا يلي هن من جيلك، انا بدي احييك وبتمنى يلا يلا ميديا كل التالق. شكرا لك. وانا بدي نوه بشغله صغيره، انه نحن هلا عم نحضر لاحتفال تكريم كثير كبير لبعض التيك توكر حول العالم العربي واللبناني، بس من صانعي المحتوى واللي قدروا يوصلوا للناس اللي وصلت. هذا مهرجان رح يكون كبير، رح يكون في تكريم، رح يكون لهم جوائز، بس للناس اللي وصلت وصلت بمحتوى، مش انه اي حدا اليوم صار هو يسمى حاله نجم انا مجبور اني كرمه. انا بعرف مين اللي وصل، واكيد مش انا لحالي، انا والاكيب اللي مشرف على المهرجان اللي وصل حقه انه يتكرم، حقه انه ينعمل له تكريم له وانه ينعطى قيمه. شكرا لك قاسم، شكرا لوجودك معنا. نحن هلا بنروح الى اخر ترند مع زميلتنا ريتا خوري ونتابع.